السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. في الحقيقة ساعات نعمل فيديوهات يعني بالصورة على خطر نتوحشكم، وقتها نتوجه للكاميرا كأني قاعد نشوف فيكم. وهذه الفيديو حبيت نعملها باش كيما نقولوا احنا نعبر على احساسي. ساعات تجيني بعض الأحاسيس وماذا بيا نعبر عليها في المباشر، وماذا بيا نعبر عليها بتسجيل. الحاجة اللي تقلقني ديما ونجم نقوله هي الدافع اللي تخليني نعمل هذه الفيديوهات، هي عندما نقارن بين الوضع اللي موجود عليه شعوبنا وبقية العالم. هذا الإحساس وقع لي من أول ما فكرت نخرج من الإسلام. وقتها فكرت نخرج من الإسلام لم يكن يعني قرار عاطفي أو ردة فعل أو كره. انتم ما تعرفوا اللي أنا معنتها عندي معرفة وتعمق كبير في الدين الإسلامي، ودرست الدين الإسلامي يعني غير الدراسة اللي عملتها عند شيوخ كبار مطلعين على لب وفحوى الإسلام، ولكن دراسة نجم نقوله شخصية مقارنة بدرجة الوعي اللي عندي والعصر اللي موجود فيه. في الحقيقة خروجي من الإسلام عمره ما كان حقد وكره، ولأن الإسلام وحشي وغيرها من العبارات اللي يردوها كثير من الذين خرجوا عن الإسلام. بل خروجي عن الإسلام كان السبب متاعه الأول إني شفت نفسي أنا شخصيا لا يمكن أن أطبق الإسلام في الوقت الحاضر ولا في المستقبل، وإن الإسلام أكل عليه الدهر وشرب. وعندما نقول إسلام، الإسلام اللي موجود في الكتب والمصادر وعند شيوخ الإسلام. إذن خممت وفكرت مع نفسي، قلت عندي خيارين: يا إما نكون منافق ونعمل روحي اللي أنا أدعو للإسلام وأدافع عن الإسلام، ولكن في الداخل متاعي النافق، هذا اللي يعمله أغلب بل كل علماء المسلمين. ما فماش عالم واحد، عندما نقول عالم نقصد عالم دين إسلامي، مؤمن بأن الإسلام حقيقة وأن الإسلام وحي وأن محمد رسول. كلهم يعرفوا أن الإسلام هو صنع بشري، ولكن مصالحهم الشخصية هي اللي تخليهم يتمسكوا في الإسلام، لأنه يوفر لهم ربح سوى مادي سوى معنوي أو مركز أو يعطيهم قيمة اجتماعية. إذن أنا خروجي من الإسلام لأني رأيت أن الإسلام ميقدمناش، ما يدفعناش إلى الأمام، ميخليناش مثل بقية شعوب العالم. وهذاك علاش في أول فيديو نقول السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر.
وهذاك علاش أؤمن أن يمكن الإسلام نبدله، أؤمن بتحديث الإسلام وتطويره، لأن الفكرة بحد ذاتها أو النص ما عنده حتى قيمة بدون التأويل اللي نعطيه له. أي فكرة ما يؤمنوش بها أشخاص ما عندها حتى قيمة. المشكل اللي النص الديني تم تأويله عنده 1000 سنة أو أكثر، وهو لم يتطور ولم يتقدم. هذاك علاش أنا ما تركتش الإسلام، لأن فيه العبيد ولا فيه قطع اليد أو قطع الرأس أو زواج الصغيرات. هذه الأمور قبل 100 سنة كانت عادية، يعني قطع الرؤوس أمر عادي. الاستعمار الفرنسي أو الإنجليزي كان يقطع الرؤوس في الهند وفي الجزائر وفي شمال أفريقيا، بل أكثر من قطع الرؤوس، يعني تقطيع الأجزاء. زواج الصغيرات كان موجود قبل 100 سنة وكان أمر عادي. ظلم المرأة والتعدي على المرأة كان موجود. كل هذه الأمور من اللي نسميوها احنا وحشية في الإسلام كانت موجودة وكانت أمر عادي. أوروبا والغرب الذي الآن يتشدق بحقوق الإنسان أباد شعوب وقتل شعوب وعمل جرائم ما تنجموش تتصوروها. إذن المشكلة مش في النص بحد ذاته، وإنما في القداسة اللي نعطيوها للنص، والقداسة اللي نعطيوها لتفسير النص اللي ما تطورش. هذاك علاش أنا كما قلت ونعاود نقول أؤمن بتحديث المعتقد أو الدين مهما كان. هذه معناتها فكرة بالنسبة لي مهمة. الفكرة الثانية اللي لاحظتها عندما خرجت من الإسلام هو إن اللغة اللي تتسمى عربية أو حتى اللغة الدارجة متاعنا في الدول العالم اللي يتكلم باللغة العربية، هذه اللغة عبارة على لغة محنطة، لغة مسيطر عليها التفكير الديني الجامد المتخلف منذ أكثر من 1000 سنة. احنا نعرف ان اللغة هي وسيلة من وسائل المعرفة، يعني بدون اللغة ما نجمش نحكي معاكم، انا ما تنجموش تفهموني. صحيح انا نحكي بالدارجة التونسية، ولكن يفهموني كل من يتكلم اللغة العربية، حتى كما يفهموش كلمات. يعني التواصل موجود من بيناتنا، عملية التعريب اللي وقعت فيما يسمى بين قوسين العالم العربي لم تصاحبها عملية تطوير للغة لكي تصبح لغة عصرية ولغة توافق العصر. هذاك علاش نشوف المشكلة متاعنا هي مشكلة لغة ومصطلحات. قبل 20 سنة كتبت مقال سميته حرروا اللغة العربية من أغلال الدين الإسلامي، وهذه حقيقة. والمقال هذا نجم نحطه لكم، يعني تسمعوه وتقرؤوه مش بصوتي ولكن بصوت أحد الصديقات اللي عجبها المقال وقراته صوتيا. اسمعوا هذا المقال
ومن بعد نرجع للموضوع. الكثير يفتخر ويعربد بلغتنا العربية وجمالها الإبداعي في إلقاء الكلمة والتعبير والكتابة، ويحسب أن هذه اللغة مقدسة بما أنها لغة الله ولغة الملائكة ولغة الجنة، ويجعل اللغة العربية في مرتبة تسمو نحوها كل اللغات، وهي الكمال بعينه ولا منازع لها. هذه الفكرة الخاطئة والخطيرة والعنصرية كانت من ناحية السبب المباشر في تطور اللغة العربية في بداية الدعوة الإسلامية، عندما كانت هذه اللغة جد متأخرة بالنسبة لبقية اللغات الأخرى آنذاك، خاصة من الناحية النحوية والكتابية. ومن ناحية أخرى كانت السبب في تجمد هذه اللغة، حيث أن هذه الفكرة منعتها من التطور والتحرر من المصطلحات الدينية التي أصبحت عائقاً أمام التعبير الحر، حيث أن الإسلام امتلكها وحده. لو عدنا لتاريخ ما قبل الإسلام، كما هو معلوم أن اللغة العربية كانت لغة الأحرار من سكان الجزيرة العربية، لغة تعبر عن داخل الإنسان البسيط الذي يعيش في الصحراء بعيدا عن كل ما تمليه بقية حضارات العالم من كره وحب وحرب وسلم وغزل وجنس ونقد وفقر، حيث لا تلتزم بأي قواعد إلا قاعدة التناسق والرنة في الأذن، وحسب التعبير لما في داخلنا من خواطر وأفكار، حيث أبدعت في مجال الشعر والقصيدة رغم أنها كانت جد متأخرة من الناحية الكتابية والنحوية. فالمتكلم بها غير ملزم باتباع قواعد نحوية وصرفية دقيقة، إنما له الحرية في التعبير بالزيادة أو النقصان على حسب البداهة الموروثة والمتعود عليها، إلى درجة أننا نجد قبل الإسلام العديد من اللهجات العربية تصل في بعض الأحيان إلى الاختلاف لدرجة نحسب أنها لغات مختلفة. اللغة العربية الأصيلة أعطت لنفسها الحرية ولمن يتكلم بها أن يكون حراً وتليق اللسان، وأن يخرج ما في قرحته من أفكار وأحاسيس تعبر عن ذاته أو عن قومه. ويمكن لنا القول أن اللغة العربية كانت تعيش في جنة بعيدة كل البعد عن القيود الدينية والعلمية واللغوية التي كانت في اللغات الأخرى، بعيداً عن المسؤولية والتقييد، طائر حر يحلق فوق صحراء قاحلة. اللغة العربية قبل الإسلام من ناحية الكتابة كانت لا تحتوي لا على نقاط ولا على شكل، وتتكون من 22 حرفا فقط، كثير منها موروثة لا مفروضة. العربي يتعلمها من محيطه العائلي والاجتماعي، ويترعرع فيها منذ صغره مثل كل اللغات الدارجة التي يضع قوانينها الشعب، حيث يسمح هذا الأخير بأن تغير كل منطقة لغتها دون قيود على حسب طبيعة المنطقة وطبيعة سكانها. هكذا كانت اللغة العربية وجميع اللغات بصفة عامة، إلى أن جاءت الأديان والأيديولوجيات التي فرضت نفسها على الشعوب تحت غطاء الحقيقة والدين الإلهي، واستولت على بعض اللغات وغيرتها تحت غطاء التطور حتى تناسب أيديولوجيتها وتكون في خدمة أفكارها. وهذا طبيعي، وحصل لعديد من اللغات على فترة زمنية طويلة وبطريقة طبيعية انتهت في آخر المطاف بحصر هذه اللغة في إطار الدين، مثل ما حصل مع اللغة اللاتينية وغيرها. اللغات التي لم تحصر في إطار الدين أو لم تتحرر من إطاره أدخلت عليها تغييرات جعلتها مستعملة من طرف الجميع نتيجة ظهور أشخاص استعملوا مصطلحات دينية، وأصبح أمر معمول به وعادي أن تقرأ نصوصا مثلا باللغة العبرية التي هي لغة دينية يهودية بعيدة كل البعد عن إطار الدين اليهودي، ولا تمد له بصلة لا من قريب ولا من بعيد. وهذا ما نلاحظه في الكثير من اللغات الدينية التي تحررت من هذه القيود، حتى أن الدين نفسه لم يعد قادرا على أن يتدخل فيها ويفرض عليها قيودا، كعدم استعمال مصطلحات أو كلمات معينة. وهذا طبيعي وعادي في إطار تطور التاريخ والتمشي مع تطور الإنسان ومتطلباته. نعود الآن إلى لغتنا العربية المغلوبة على أمرها مثلها مثل شعوبها. لا يكفي أن هذه اللغة بعد أن استولى الإسلام عليها تم تجريدها من كل حرياتها في التعبير، وزيادة على ذلك تم محو الآثار القديمة لهذه اللغة لدرجة إتلاف كل الإنجازات التي لا توافق وجهة نظر الإسلام.
وزيادة على ذلك تم تزوير الشعر الجاهلي كما ذكر طه حسين في مذكراته تزوير الشعر الجاهلي، حيث طمست كامل حرية التعبير وتقيدت اللغة بالنص القرآني الذي يعتبر المصدر الأول والمنبع لهذه اللغة، وكل التحديث الذي وقع لهذه اللغة بعد ذلك كان انطلاقا من القرآن من أجل إخفاء كل سلبياته والأخطاء التي يحتويها، وذلك في فترة زمنية سريعة شارك فيها الجميع من أجل محو اللهجات العربية الأخرى وترك لهجة قريش وحدها، بل ترك أسلوب عائلة محمد ومحمد نفسه كالأخذ من لهجة إنسان وطريقته في الكلام واستخراج قواعد لغوية منها وتعميمها على الجميع وجعلها لغة رسمية، فإن كان هذا الشخص ينطق الحرف بطريقة مختلفة لقومه يجب على قومه أن ينطقوها كما ينطقها، وإن كان يفهم الكلمة بمعنى مخالف لقومه يجب على قومه أن يغيروا فهمهم للكلمة. هذا ما حصل للغة واللهجات العربية قبل الإسلام، حيث أن الإسلام قضى عليها كلها ولم يترك لنا إلا لهجة محمد واعتبرها اللغة العربية الأصيلة، وهكذا استحوذ الإسلام على اللغة العربية واختار لها ما يتماشى مع الدين الإسلامي، وتم فرضها كلغة رسمية للكتابة والتعبير ولغة الدين واللغة المقدسة التي لا يجب المساس بها أو إخراجها من الإطار الذي وضعت فيه. ومن حسن الحظ أن الشعوب تمردت على هذه اللغة وأوجدت لهجات تتكلم بها يوميا بعيدا عن اللغة العربية التي يطلق عليها اللغة الفصحى من أجل الهروب ولو قليلا من هذه اللغة الخانقة لحريات التعبير. إن تطور اللغة الدارجة في العالم العربي كان نوعا من الهروب من قيود اللغة العربية الفصحى، ومن حسن الحظ كذلك أن هناك من تمرد على هذه القاعدة من الكتاب والمثقفين المعاصرين من قيود الدين وكتبوا بهذه اللغة ما يخالف الدين في عدة مجالات، ولكن وجدوا صعوبة كبرى في توزيع وطبع ما كتبوه، بل وجدوا صعوبة في المواصلة وعرفوا مضايقات شخصية إن لم نقل محاكمة لتمردهم عن الدين واتهموا بالكفر والخيانة، مما جعل الكثير منهم يلجؤون إلى الكتابة بلغات أخرى من أجل التخلص من هذه القيود التي فرضها الدين عليهم. هذا لا يخدم مصلحة اللغة العربية التي سوف تبقى معزولة في إطار الدين الإسلامي. تحرير اللغة العربية من إطار الدين اليوم أصبح واجبا وضرورة، ولو أردنا لهذه اللغة أن تبقى وإلا فإنها ستضمحل مثل ما هو الحال في اللاتينية، وهذا واضح حيث أن أغلب المثقفين يهربون من الكتابة باللغة العربية خوفا من القيود الدين عليها، ونشاهد الكثير اليوم يهربون من التعبير بها. يجب أن يعرف الإسلام جيدا والمسلمون أن اللغة العربية لغة أسيرة الدين الإسلامي، ويجب تحريرها منه بكل طريقة، شأنها شأن الشعوب العربية المضطهدة تحت هذا الدين المتسلط الذي يريد أن يتدخل في كل كبيرة وصغيرة في حياة الناس الشخصية. يجب أن يتوقف على ذلك بأي أسلوب، وأن يفهم أننا بشر وأننا أحرار وأن اللغة العربية ليست ملكه. ونختم هذا الموضوع بالقول: حرروا اللغة العربية من أغلال الإسلام. سمعت المقال وهو يعبر عن المصيبة اللي عايشينها، عندنا مشكلة لغة، يعني المعرفة والعلم ما يصلناش. خلينا نلخصه، يعني شنو وقع فيما يسمى بين قوسين العالم المتكلم باللغة العربية، خاصة بعد ما يسمى الاستعمار وبداية عملية التعريب القصري لكثير من الدول اللي ما عندها حتى علاقة بالعربية. كان من المفروض ان تشجيع الدارجة لكل دولة وجعلها لغة رسمية باش الطفل وقت يدخل للمدرسة يقرب لغة امه،
مش يقرب لغة ما يعرفهاش ويتعلمها من جديد. كل العالم، وقلتها هذه، الطفل وقت يدخل للروضة أو للمدرسة يتعلم المعرفة وأسس المعرفة والأخلاق بلغة أمه. إلا إحنا وقت يدخل المدرسة لازم يتعلم لغة اللي هي بعيدة عن اللغة الدارجة باش ينجم يحصل على المعرفة. أي يخسر عامين وثلاثة واربعة وخمسة سنين حتى يتعلم لغة موجودة في الكتب ميتة حتى حد ما يتكلم بها باش يحصل على المعرفة. بعد الاستقلال كل الكتب التي كتبت وكل البرامج التلفزية والإعلامية كانت تركز على نقطتين، على الدين الإسلامي وما موجود في الكتب القديمة، وعلى التراث والحروب وعزة الإسلام وعزة المسلمين وخالد بن الوليد وعمر بن الخطاب والرسالة وغيرها من الأمور. أي عيشون في وهم الماضي. الإنسان وقت يكبر ويشوف الوضع اللي هو فيه يقول فين هذا المجد، فين وقتها كنا وكنا وكنا، يلقى روحه عايش في آخر الأمم، أجهل الشعوب، فيصاب بصدمة ويقول حاجة من اثنين: يا أما أنا مانيش نطبق في إسلامي، يا أما إسلامي غلط. وتلقى الكثير منهم لأنهم تم غسل الدماغ متاعهم يقول لك لا، الغلطة فيانا، لازمني نرجع للإسلام. ومن هنا جات العودة للدين الإسلامي. الهدف من العودة للدين الإسلامي اللي يعرفها العالم الإسلامي بصفة عامة هو إنه يعوض النقص اللي وعى بيه، اللي هو آخر الأمم، اللي هو أجهل الشعوب. فالأمل متاعه والنية متاعه إنه يرجع مجده وعزته. إذن كل الكتب وكل البرامج تدور حول هذا الموضوع. في كل العالم تلقى أفلام نحو المستقبل، أفلام في الحال، الوضع الاجتماعي، احنا لا، أفلامنا الكل بعيدة عن الواقع، كلها ماشية من الماضي، كلها خرافات، كلها وهم. أما النقطة الثانية اللي يركزوا عليها في الإعلام وفي الكتابة وفي الترجمة هي السياسة والصراعات مع إسرائيل ومع الغرب وغيرها من الأمور. تلقى الكتب الشيوعية مترجمة، الليبرالية مترجمة، كل هذه الأمور مترجمة، ولكن المعرفة الحقيقية، المعرفة العلمية، المعرفة التاريخية ما تلقاهاش مترجمة وما يتكلموش عليها. إذن مدة تقريبا جيل أو زوز الشعوب متاعنا عايشة في وهم الماضي والصراعات السياسية. بسيف نطلعوا أجيال جاهلة ما تعرف حد شيء، وزاد جابونا ما يسمى بالإعجاز العلمي في القرآن وغيرها من الخرافات هذيك اللي جابوها لنا. ولأن أكثر شعوبنا ما تتكلمش لغة أخرى وما تنجمش توصل للمعرفة، وقع هذا الجهل في العالم الإسلامي بصفة عامة، وخاصة بين قوسين في العالم المتكلم باللغة العربية. قبل 20 سنة عند مظهر انترنت ولاد وسائل المعرفة
تنجم تحصل عليها ما تغير شيء جديد، لأن شعوبنا تم تعريبها. من له لغة ثانية إنجليزية أو فرنسية أو أي لغة أخرى، العدد متاعهم قليل بل أصبح أقل، خاصة بعد 30 و40 سنة من الاستقلال. كثير الآن في تونس مثلا أكثرهم ما عادش يعرف يتكلم فرنسية ولا إنجليزية، هي حتى العربية ما عادش يعرفها، يتكلم كان الدارجة. إذن هذوما الأجيال القادمة اللي ظهروا قبل 20 سنة واللي باش يظهروا في المستقبل، بأي لغة باش توجه لهم؟ طبعا باش توجه لهم باللغة الدارجة. هذاك علاش أنا قررت نعمل هذه الفيديوهات، باش نجم نوصلوا المعرفة. ولكن قبل 20 سنة ولتوا شنو نلقى؟ الأشخاص المتنورين أو اللي عرفوا أنهم يعيشوا في وهم واللي يعيشوا في خرافة، شنو عملوا؟ صحيح وقعت موجة من النقد للإسلام، وهي خطوة جيدة، لأن كثير فاق وكثير انتبه أنه يعيش في وهم. ومع انترنت وعرفنا كيفاش عايش العالم، بدينا نقارنوا بأنفسنا بالآخرين، لقينا رواحنا في الحضيض في أسفل السافلين. هو علميا يقول لك الحاجة اللي توصل للقاع تعاود تطلع لفوق. احنا وصلنا للقاع وبقينا في القاع وقاعدين نحفروا. الطبقة الواعية مع الأسف ما قدمتش المعرفة الحقيقية والعلم الحقيقي للمواطن أو الشخص المتكلم باللغة العربية. تلقى جانب منهم اتجه نحو تمجيد الغرب والمسيحية والدعوة المسيحية وغيرها، هو حقه طبعا أنا ما يهمنيش فيه، ولكن ركز نقده للإسلام ووظف العمل متاعه من أجل إخراجهم من جهل إلى جهل آخر، من تبعية إلى تبعية أخرى. ولهذا أنا أعتبر هؤلاء الذين ينقضون الإسلام من أجل الدعوة إلى ديانة أخرى، وخاصة المسيحيين منهم، أعتبرهم أكثر نذالة وانحطاط من علماء المسلمين أنفسهم، لأنهم أشخاص باعوا أنفسهم وأشخاص لا يفكرون في مصلحة شعوبهم، وإنما فقط عملاء يعملون لجهات أخرى من أجل نقل الزبالة، كما قلتها قدش من مرة، اللي موجودة في الدول الأخرى إلى شعوبنا، على أساس أحنا قصر لازمنا دين، كي نحيونا الإسلام لازمنا دين آخر، كي نحيونا المصاصة لازمهم يحطونا مصاصة أخرى. إذن هؤلاء بالنسبة لي هم أعداء الشعوب وأعداء العلم وأعداء المعرفة، والتاريخ سوف يذكرهم. البعض يقول لي يعني هوك نقدوا الإسلام وكذا 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 وكذا، أي مش مهم نقد الإسلام. أي إنسان اليوم يقرأ ينجم يطلع على الكتب، ما قدم حد شيء جديد، ما قدم حد شيء جديد، ينجم يطلع أي إنسان. المشكلة للشعوب متاعنا ما تعرفش تفرق، ما تعرفش تاخذ النقد وتحلل، لأن شعوبنا العقل التحليلي والنقدي قتلوه فيهم منذ 1000 سنة، منذ غلق باب الاجتهاد قتلوا النقد. قال الرسول، قال محمد، قال الله، سكر فمك فقط. إذن هؤلاء بالنسبة لي مصيبة، وأنا أتكلم على الأشخاص اللي تبعوا فيهم واللي ينشروا لهم في الفيديوهات متاعهم، أراكم مشاركين
في هذه الجريمة. هذا نوع. هناك نوع آخر يعني يدعو للإلحاد أو يدعو لتعظيم الغرب وتعظيم الحضارة الغربية، واللي احنا جهال واحنا حيوانات وإن لازلنا نخضع ونركع، فهمت، للي جابوا الغرب. هؤلاء نفس الشيء، شبينا احنا قصر؟ انا ما عندي حد شيء ضد الغرب، هذيك اموره. انا مانيش ضد الغربي في حضارته وفي انسانيته اللي تخصه هو، والنجم ناخذ منه حاجات عالمية إنسانية، وعندي حتى مشكل ونتعلم منه. أما باش نركع له؟ ما نركعلوش. علاش ما نركعلوش؟ لأن عندي شخصيتي، عندنا حضارة. أرجعوا للتاريخ وشوفوا، أرجعوا للتاريخ وشوفوا قبل الإسلام. الإسلام شنو؟ الإسلام جاء وجمع وخذا واستولى على كل هذا، هو عبارة على خلاصة المنطقة متاعنا. إذن هذا الولاء معناتها الأعمى الجاهلي والخضوع للغرب، أنا ضده. صحيح أنا أمازيغي وأفتخر أني أمازيغي، وكل إنسان له الحق أن يفتخر بجذوره وبهويته، ولكن أبقى إنسان. وصحيح أن الغرب أنا كأمازيغي أقرب لي جغرافيا، ولكن عاطفيا وإحساسيا أقرب لي الشرق، نقصد الشرق الأوسط، وهذه حقيقة. حتى طريقة التواصل معاه، هنا وقتا نحكي مع واحد خليجي من الجزيرة العربية أو عراقي أو سوري، نحس الرابط الروحي والنفسي معاه، بينما نحكي مع ألماني ولا إنجليزي ولا أمريكي نحس الحيطة، نحس اللي معناش نفس العقلية، معناش نفس الأذواق. يمكن أن نتفق في كل ما هو علمي، ولكن ما هو حسي كل شعب عنده هويته إحساسه الخاص. احنا كمزيغ عندنا إحساسنا وكياننا الخاص، كما الأكراد عندهم إحساسهم وكيانهم الخاص، كما المصريين عندهم إحساسهم وكيانهم الخاص، كما النوبيين عندهم إحساسهم وكيانهم الخاص، كيما الخليجيين عندهم كيانهم وإحساسهم الخاص. ولكن هؤلاء الكل يجمعنا إحساس خاص نتيجة التاريخ والتواصل وغيرها من الأمور. هذاك علاش أنا أعتبر أمازيغي وأدعو إلى أمازيغيتي، لكن في إطار ما يسمى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما يسمى بإطار التقارب نتاع شمال إفريقيا نحو الشرق الأوسط، لأن من بيناتنا شبه حر، متصلين ببعضنا، منطقة جغرافية واحدة. معناتها رغم اللي كثير معناتها من الأمازيغ يلوموني في هذه المسألة، يقولوا لي احنا مصلحتنا مع الغرب ومع أوروبا ومع كذا. لا لا لا، أنا شخصيا لا أعتقد في ذلك، هذه رأيي طبعا، ديما نقول لكم أنا نقول رأيي الخاص يخصني كان أنا، ما يخصش واحد آخر. يمكن توافقني عليه، يمكن توافقنيش عليه، يمكن تناقشني فيه، هذه حاجة أخرى. إذن المشكلة أنه قبل 20 سنة مع ظهور الإنترنت وقع نقد الإسلام ونقد كل شيء، وكما قلت لكم هل هذا يدعو للمسيحية وهذا يدعو لتمجيد الغرب وحضارة الغرب، هذا الغرب الذي أباد الهنود الحمر، وهذا الغرب الذي سرق ثروات العالم وما زال يسرق في ثروات العالم، هذا الغرب الذي يبيع السلاح لقتل الشعوب، هذا الغرب اللي يضطهد
الأقليات حتى داخل أوروبا، الكاتالون، الكورس، البروتون وغيرهم، ولا يعترف بهم. وهذا الموضوع نتكلم عليه. أنا هوني حبيت نقول إن الطبقة اللي وعاد اللي احنا نعيشه في وهم، لقات روحها ضايعة في حالة فراغ، يا أما تتبع المسيحية، يا أما تتبع الغرب وتمجد الغرب، يا أما تبقى هكاك مبهمة. وهذا شنو نلاحظ فيه؟ يتصلوا بي بالعشرات يقولوا لي يا كريم شنعمل؟ أنا نقول لهم لازمنا ننتبهوا، المسألة مهمة جدا. راهو الإسلام اللي كان مالين حياتنا، وحتى إن كان وهم، حذفه كليا منا وترك الفراغ يسبب نتيجتين: يا أما نعيش في أزمة نفسية، يا أما نمشي ونبيع رواحنا ونركع لأي جهة أخرى مهما كانت. لهذا أنا حبيت نعمل هذه الفيديو، وأنا الفيديوهات اللي نعمل فيهم الهدف متاعهم هذا هو أن الشعوب متاعنا لازمها تعرف أين وصل العلم. يجب أن تكثر الترجمة. المشكل أن ما عناش ترجمة لآخر البحوث العلمية في كل المجالات التاريخية، النفسية، الاجتماعية، دراسة الفلاسفة الكبار، سواء اللي توجدوا في أوروبا ولا توجدوا في العالم. أنا ساعات نعمل فيديو يقولوا لي شنو تخرف، ما يفهموا حد شيء، ولا يقول لي أين المصادر متاعك. المصادر متاعي ما نجمش نعطيهم لك بالعربية، هناك مصادر بالفرنسية، هناك مصادر بالإنجليزية، هناك مصادر بلغات أخرى، حتى بالصينية هناك مصادر. بالعربية تمشي حتى الويكيبيديا، ساعات نبحث على معلومة نلقاها بالفرنسية وبالإنجليزية وبكل اللغات، حتى بالفارسية نمشي بالعربية نلقى عليها كلمتين والمعلومة قديمة عندها 20 سنة. إذن أنا نقول للإخوة اللي عندهم إمكانيات الترجمة إنهم يترجموا أكبر عدد ممكن، سوى الكتب، سوى الفيديوهات، كل شيء يترجموه، لأن لازمنا نملاو هذا الفراغ اللي يوقع بعد خروجنا من الإسلام بالعلم، بالمعرفة الحقيقية، مش بالمسيح وبيسوع وبالخرافات الفارغة. يزينا بالتاريخ، انظروا للمستقبل، انظروا العالم كيفاش عايش. لازمنا نعرف الوضع اللي احنا موجودين فيه. لازم المواطن بتاعنا يكون في نفس المستوى بتاع اي مواطن في دولة اخرى. لازم نترجموا اخر الدراسات العلمية في الاقتصاد. انت تشوف بالعربي توا تقرأ على الاقتصاد، تلقاهم يحكيوا على الاقتصاد عنده 20 سنة. حتى الليبرالية اللي يتكلموا عليها تفهم النيو ليبراليزم، ما تلقاش عليه معلومات. هما يتكلموا على الليبرالية القديمة الرأسمالية اللي ما عادش عندها حتى أساس من الصحة. حتى الاشتراكية، هناك معناتها الاشتراكية الديمقراطية، النوفو سوسياليزم، الاشتراكية الجديدة، انتهى هذا الأمر. أو مثلا يتكلم لك على القومية والعرق والجنس، تذي أمور عندها 20 سنة 30 سنة من اللي وفات. حتى في المجال البحث التاريخي مازال يتكلموا على أن الإنسان العاقل ظهر عنده 150,000 سنة، رغم اللي البحوثات أثبتت اللي هو أكثر من 300,000 سنة. راه العلم ديما يجيب جديد، والمشكل أن اللغة العربية اللي نستعملوا فيها يا أما تتكلم على الدين، يا أما نقد الدين، يا أما تتكلم على السياسة القديمة، أما على الصراعات، أما بقية الأمور ما يتكلموش عليها بالكل. قبل نهارين نقرأ في مقال
حول ان العلماء وصلوا انهم يربطوا عقل انسان بالانترنت. تجي تبحث العرب تلقاها ديك، يمكن المعلومة تخرج بعد 20 سنة، اي حاجة تلقاها ترجمها، عندك القدرة باش تترجم ترجم. اين الترجمة؟ اين الترجمة في جميع المجالات؟ اين الترجمة لتجعلنا في نفس مستوى المعرفة مع كل دول زعيمين كان ترجموا في القرآن وترجموا في نقد الإسلام بالإنجليزية والفرنسية، محسوب هما حاجتهم به اللي ترجم فيه في الإسلام وفي نقد الإسلام. نتجد بعضهم معناتها ينقد الإسلام ويعمل الترجمة بتاعه بالإنجليزية وبالفرنسية، ما همش محتاجين هما، احنا اللي محتاجين. احنا محتاجين للترجمة العلوم الإنسانية كلها في جميع المجالات، في جميع المجالات الاجتماعية، النفسية، الاقتصادية، السياسية، حتى الأمنية، حتى المعرفة توصل للجميع. حتى الفيديوهات الأشخاص اللي عندهم معرفة نهار كله ينقد لي في اليهود أو في المسيح أو في الإسلام أو في شنو، أوكي ننقده ما فما حتى مشكلة، لكن عطشونا البديل، لأن عدد الخارجين من الإسلام أصبح كبير جدا، وهذوما الأشخاص يلزم نعطيهم البديل. شنو هو البديل؟ هل تخليهم ضايعين؟ ولا تعطيهم فكر جاهز تستورده لهم من الخارج؟ إذن مع الأسف هذا الوضع اللي وصلنا ليه، هذا الوضع اللي وصلنا ليه، هذوما الواعين واللي عرفوا إن الإسلام وهم وإن التاريخ اللي قرأوهولنا وهم، مازالوا شادين يلكلكوا في كلام عندهم توا تقريبا 20 سنة وتقالوا عاود تقالوا عاود تقال. إذن أتمنى إنه يطلع جيل جديد يتكلم في العلم، في المعرفة، في آخر البحوثات العلمية في جميع المجالات. وهذوما الفيديوهات اللي نزلنا نوزعوهم، هذم الفيديوهات المهمين اللي لازم نوزعوهم على أوسع نطاق، باش الإنسان يعرف الحقيقة التاريخية. أنا نعمل في الفيديوهات حول تاريخ الأديان والمعتقد، يعني تجيني ساعات سؤالات يعني تخليني حاير، يعني الناس يتسخايب، يعني الإنسان الحالي هذا هو اللي كان موجود قبل 150 ألف سنة أو 200 ألف سنة أو 300 ألف سنة، وهذا اللي قاعد نقول فيه في الفيديوهات متاعي، واللي بعض يقول لي اعطيني المصادر واعطيني كذا، وأنا تنجاوبهم راهم الفيديوهات متاعي نحب نعطي المعرفة يعني سهلة، والذي يريد أن يبحث يمشي يقرأ بالإنجليزية ويقرأ بالفرنسية ويقرأ باللغات الأخرى طو يلقى كل كلمة قلتها عندي المصدر متاعها. وأنا ديما نتبع آخر الدراسات العلمية، والعلم يتطور ديما. قبل وقت بديت الفيديوهات متاعي قبل 4-5 سنين كنت نقول الإنسان عنده 150 ألف سنة، يعني الإنسان العاقل إلى 200 ألف سنة، لكن الآن دراسات أثبتت اللي هو أكثر من 300 ألف سنة. إذن هنا نصحح المعلومة، لازمنا نكونوا كما نقولوا بالفرنسية أجوغ في الوقت. الشعوب اللي هي تساير الوقت والعلم والحضارة هي الشعوب المتحضرة، أما إحنا عايشين في الماضي وفي النقل ومتخلفين في كل شيء. هذه الفكرة اللي حبيت نقولها. المهم هذه الفيديو عبارة على أني توحشتكم كما قلت لكم، ومع فيديو قادم، وبالسلامة. Thank you.